بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بأننا بتاريخ 31/8/2016 هذا هو تل الناصرية، هذه هي التلة المرتفعة، تمكن الثوار من تحريرها بشكل كامل، إن شاء الله تعالى سنصعد إلى ظهر هذه التلة، لكن سيكون لنا لقاء مع المجاهدين في هذه النقطة. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتكم يا شباب. الله يسلمك، الله يحميكم يا رب. الله يسلمك. شو هالسياره هاي؟ شو وضع الشباب؟ بعض الغنائم من الجيش النصيري. هاي غنيمه هاي؟ غنائم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. وانهزم الخنازير. وهي السياره اللي هون؟ كمان الحمد لله غنائم. بس شايفها مصوبات وكانوا فيهم. ايه كانوا فيها. بس الدوالي. هربوا من التل والحمد لله كان شباب هون بالمرفأة. ايرانيين خمسه. كان في ايرانيين 100. الحمد لله. تم الحمد لله قتلهم خمسه. الحمد لله رب العالمين. الغنائم. الحمد لله. شباب. هاي سياره غنيمه هاي عم يحطوها كمان؟ كمان غنيمه. غنائم المجاهدين الحمد لله من الجيش النصيري. ان شاء الله تعالى سنصعد الى ظهر التل لنرصد ما تم تحريره وما هي الغنائم وحجم الغنائم على ظهر هذا التل. نحن الان على تلة الناصرية. هذه هي تلة الناصرية بعد ان تمكن المجاهدون من تحريرها بشكل كامل. إذن هذه هي تلة الناصرية. ها هم المجاهدون على تلة الناصرية. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتكم يا شباب. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتكم يا شباب. يا ريت لو تحكي لنا عن تحرير الناصرية وتلة الناصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد. واما بعد، الحمد لله رب العالمين، تم بجود الابطال الجيش العزي تحرير تلة الناصرية وهم ابطال اشاويس، والحمد لله تم طرد الجيش الى احمد خطاب وخطاب. يعني هل نستطيع قول تلة الناصرية المنطقة المحيطة بها محررة بالكامل؟ الحمد لله محررة بالكامل وتم تمشيطها بالكامل. هل هناك غنائم؟ هل الحمد لله غنائم كثيرة. هل هناك قتلى في النظام؟ قتلى كمان. قتلى كثيرين اخي. هناك قتلى كثيرة. يعني تم تحرير تلة الناصرية وما حولها من تلة الناصرية، والان العمل جاري الى رحبة خطاب ان شاء الله. الله يحميكم يا رب. الله يحميكم يا شباب. إذن بحسب ما يؤكد المجاهدون أنهم تمكنوا من تحرير تلة الناصرية والناصرية بشكل كامل، كل هذه الأزوار محررة بالكامل. هؤلاء المجاهدون الذين تمكنوا من تحرير. هاي غنيمي هذا؟ هذا غنيمي. الله الله، ألف مبروك إن شاء الله يا شباب. ألف مبروك إن شاء الله يا شباب. ألف مبروك. ألف مبروك. هذا رشاش غنيمي. إن شاء الله إن شاء الله يا شباب. الله يحميكم يا شباب. الله يحميكم. الله يحميكم يا شباب. الله يحميكم. هذا ما وعدنا الله، هذا ما وعدنا الله، فتح الله. الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هاي غنيمة كمان؟ غنيمة الحمد لله. الحمد لله. نمرة حمامة هي؟ الله تبع خنزير. مبروك ان شاء الله يا شيخ السيارة. مبروك عليكم. بحمد الله سبحانه وتعالى تحرير هذا الحاجز على يد ابطال المجاهدين. تكبير. الله اكبر. تكبير. الله هاي عدة المتي هنا تركوها ولا هي عدة الجيش هنا تركوها وراهم؟ كلها ألف صحة للشباب. ألف صحة. ألف صحة للشباب. إذن هؤلاء المجاهدون الذين تمكنوا من تحرير تلة الناصرية والسيطرة عليها بشكل كامل. الله أكبر. الحمد لله. الله يحميكم يا شباب. الله يحميكم. الله يحميكم يا شباب. الله أكبر. الله يحميكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فينا نتقدم هيك يا شباب؟ قدم قدم شوي لا تقدم. طيب. لا ما بدي أطلع، أنا بدي بس من هنا أطلق النار هذا؟ من على النار هذا صديق صديق. هاي شو اللي بعدنا هلا بعد الناصرية وصلنا زور المسالق وهيك؟ هاي زين غير القدام. وهذه خطاب؟ هاي خطاب. هاي خطاب هون. هاي خطاب. إيه هاي. لا تطلع من عندك، تطلع من هون بدك تطلع. لحظة لحظة، ما في داعي، ما في داعي، مبين عندي من هون. خطاب هاي زوار خطاب. زين عابدين. إذن هذه هي مدينة خطاب.
بلدة خطاب المحتلة. ما في ضرورة، ما في ضرورة شبه. هذه هي تلة الناصرية المحررة. إذا بعد أن تمكن المجاهدون من تحرير الناصرية وتلتها الاستراتيجية، باتوا قاب قوسين وأدنى من بلدة قمحاني ذات المعقل الأساسي للشبيحة والتشبيح، وكأنهم يقولون لهم إن موعدكم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ كان معكم محمود الحموي من على تلة الناصرية المحررة. الله أكبر، الله أكبر.